وروسي ويا رئيس ليه.
ياسين يا ياسين اهلا وسهلا مرزوق افندي. فين ساعه الباشا؟ في الجنينه. طب خليهم يجيبوا لي اسبرين وكوبايه ميه وحتى ابوك. ما شاء الله ابراهيم، اسبرين وكوبايه ميه اوام. ايه الحكايه؟ حكايه؟ مصيبه كبيره، مصيبه سودة. يا ندمتي، جرى ايه؟ خبر ايه؟ ايه الحكايه مرزوق افندي؟ ليلى، ليلى بنت سعد الباشا. مالها؟ جرى حاجه؟ طبت يا ستي، طبت. يا لهوي، طبت منين؟ من سلم؟ من شباك؟ لا لا، من عربيه؟ من حصان؟ طبت في الامتحان، في الامتحان. صوتت؟ ايوه يا ستي صوتت. اتفضلوا الجرنان اهو. لا حول ولا قوه الا بالله. يخسرت تعبك يا ليلى، يخسرت سهرك يا ليلى. تعبك يا ليلى وسهرك يا ليلى ما كانش في الدروس، كان في اللعب والجري والنط والرقص والغنى وركوب الخيل والكلام الفارغ. نهايته هي بلوه والسلام. يا اخويا ولا بلوه ولا حاجه بعد الشر من البلاوي. قال يا صياد رميت الشبكه. طلعت ضفدعه ما طلعتش سمكه. سمكه ايه؟ ايش جاب السمكه والضفدعه للامتحان؟ ما انت كمان يا مرزوق افندي مهولاتي ومهوشاتي على الفرق. ايه؟ نجحت ولا سقطت؟ يعني كان الباشا منتظر منها ايه؟ وظيفه؟ ما هي؟ ما هي هي هتفضل زي ما هي، يعني تخضنا وتحل ركابنا على الفاضي. عظيم، حس انها فارغه. اتفضل حضرتك وبلغ الخبر لسعاده الباشا. مين انا؟ طبعا في حد هنا اقرب للشا منك، فراشه الخصوصي من 40 سنه، بتقلعه وتلبسه لك عليه وش. وش ده؟ انا وشي كان حيطير امبارح ساعه ما حدفني بالكوبايه اللي بس بلغته ان العمده اللي رشحه سعادته سقط في الانتخاب. اذا يبقى البركه فيك انت يا ستي ما شاء الله. لا هتضل يا سغاده بالله، ابعد عن ستي ما شاء الله. ابعد ازاي؟ ده انت هنا الكل في الكل، ده دي ستي ليلى. ما تكيفوش الا قهوتك، ما تروقوش الا ضحكتك، يبقى تبليغ الخبر شغلانه حضرتك. حضرتي ليه؟ تطلعوا يا رجاله من المواقع وسيبوها للمدخل. طب بس بس ما تكملوش الموال، انا هبلغه امري الى الله. طبعا تبلغه، مش حضرتك السكرتير بتاعه؟ سكرتير الهم والقهر ومد الايد بقى 30 في الشهر. ده هو كاسيون يا مرزوق افندي. استلقى وعدك يا مرزوق افندي. ده الباشا النهارده هيكسر دماغك يا مرزوق افندي. اسعد الله اوقاتك يا سعاده الباشا. انا جايب لسعادتك خبر. انما انما ايه؟ بطل؟ والله شوية كده يا سعادة الباشا. إذا اكتمه، اكتمه أحسن. أنزل أكتم أنفاسك وأكسر رقبتك. حاضر يا فندم، سلام عليكم. أنت رايح فين يا راجل يا مربي؟ استمعني هنا، بصلي فوق. والخبر ده عن مين؟ عن الهانم الصغيرة يا فندم. ليلى؟ أي نعم هي ستي ليلى. هي إيه يعني إيه؟ سقطت في الامتحان. ده انت نهارك اسود وزي الحب. انا برضه شايف كده يا سعاده الباشا. وصوتت في ايه؟ في اللغه العربيه. الله ينكد عليك يا وش المصايب يا غراب البين. الله ينكد عليك. حلمك يا سعاده الباشا هو انا اللي كنت امتحنتها يعني. حلمي؟ انا نازل لك حالا. انا هنكد عليك؟ ده انت نهارك زي الحب النهارده. الله الله، اتفقت باللغه العربيه يعني. باللغه العربيه. الله 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 الله، ما شاء الله. اللغة العربية، اللغة العربية يا راجل. المسألة بسيطة يا سعادة الباشا، عندها ملحق، هتنجح فيه إن شاء الله. هتنجح؟ هتنجح؟ إنش هتنجح إزاي يا راجل؟ قول لي فهمني هتنجح إزاي. بس حلمك عليا يا سعادة الباشا، حلمك علي. حلمي عليا؟ حلمي؟ اتفضل اتفضل عني، كلم قول اتفضل. حلمي اتفضل. إزاي صحت سعادتك النهاردة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مالك أنت ما بتصحيش يا راجل؟ اتكلم اتكلم قول. حاضر حاضر بقى يا سعادة الباشا. المسألة إني أنا أعرف واحد مدرس، مدرس لغة عربية، إنما عظيم جدا، رجل كامل، اسمه الأستاذ حمام. حمام؟ أيوة فندم حمام. تعرف سعادتك لو جبناه شهر واحد بس، دي مش هتنجح في اللغة العربية، دي هتشرب باللغة العربية، هتنام باللغة العربية، هتعيط باللغة العربية، هتعطس باللغة العربية. كويس خالص، اتفضل سيادتك. واوعى ترجع البيت هنا هو الا ومعاك الاستاذ فراخ بتاعك. الاستاذ حمام يا سعد الباشا. فراخ حمام وزرته وانا حاجله. اتفضل قدام. يلا حاضر. يلا حاضر اتفضل حاضر. وترجع هنا هو تدور عليا، انا فوق الشجر. يا فوق الشجره دي، يا فوق الشجره دي. بس يا بنتي جويه، بص كملي انتي. ودخل الثعلب يحتال في كبريائك. بصي كويس، فتحي عينك. ودخل الثعلب يختال في كبريائك. اهو كده، يختال مش يحتال. يحتال يعني داخل ينصب.
إنما يختال يعني يسهو فخرا، يعني يمشي معجبا، يعني منفوخ، يعني فرحان بروحه قوي. أنت فاهمة؟ أيوة يا فندي، يعني ماشي يتأمع. مظبوط، ماشي يتأمع. ولو نتأمع دي ألفاظ طباخين، ما تأمعش إلا البامية والفاصوليا، لكن ماشي يتأمع. أمعكم عفريت أزرق. عادي. كملي أنت. فتى 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 فتملك غايته من الأسد. إيه؟ فتملك الغايته من الأسد. تملك الغايته؟ أيوة يا فندي، مكتوبة كده. مكتوب كده إزاي؟ تملك الغايته؟ في أسد في الدنيا بيملك غيط؟ ليه؟ أسد إيه؟ من أعيان؟ أسد صاحب أطيان؟ فتملك الغايظ من الأسد. الغايظ يعني الأسد كان هيفرقع عن الغايظ. يا بنت انتوا هي؟ حب على إيه؟ على خيبتكم السوداء؟ أيوة صحيح يا بنات، أنتم قلنا لك الأدب. إهدى، اتفضل يا أستاذ، رايح الكرسي بتاعك. لا انا مبسوط كده، ثم انا ما كلفتكيش تسميهم عن لساني، انت اللي قللت الادب. اقعدي. لا كيف. اقعدي. حاضر. كمل انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له لكن يا فندم. نعم، ايه تاني؟ هو الاسد بيتكلم؟ ما بيتكلمش، لكن وزارة المعارف عايزاه يتكلم. الاسد بيتكلم. اقعدي. خلاص خليه يتكلم. كمل انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له يا ابله. أبلة؟ الأسد قال للثعلب يا أبلة؟ مكتوب كده والله. الله يقصف عمرك يا أبلة، يا عني يا حمار، يا مغفل، مش يا أبلة. وعند الحالات يا أبلة وتيزا وحمبل وطنط. عادي يا أبلة. كمل انت. فتملك الغيظ من الأسد وقال له يا أبلة ويلك ويلك ويلك. بصوا أطيحكم أدبحكم واحدة واحدة. ويلك ايه يا بنت؟ ويلك ويلك يعني نهارك اسود يا ثعلب، نهارك منيل يا ثعلب. كان النهار اسود ومنيل معاك. ايه دي؟ لحضرتك نازل بعتها لحضرتك. بعتها لحضرتي؟ ليه؟ عشان ايه؟ حضرتك سيدي يا استاذ حمد. سلمى يا رب. علي يوسف يا استاذ حمام. انا كنت فايت بره وسمعت اللخبطه البطاله في المطالعه بتاعتك دي. بصراحه انا مش مبسوط ابدا. واحده واحده يا حاج الناظر، كتر خير الدنيا. انا استلمتهم عدمانين قوي، دول ما كانوش بينطقوا عربي خالص، دول كانوا زي اولاد الارواب. لا لا لا، انا عاوز نتيجه احسن من كده. اتفضل استمر في الدرس بتاعك. حاضر يا فندم. قال له ويلك. كملي. قال له ويلك يا استاذ حمام. افندم ايه العلبه دي؟ يا فندم دي العلبه اللي سعادتك بعتها لي. انا بعتها لك ليه؟ غاويك قوي بهديك بعلب؟ يا فندم العفو، هما البنات اللي قالوا لي كده. والله عاد الفصل كله حبس 3 ايام ومن غيرك. بس ثم لازم البنت الملعونه اللي عملت الفصل البايخ ده وحيدها سودة. اهو كل يوم بتلاحظ النظر. امبارح حطوني في جيب الجاكيته فار كاوتش مربوط بدباره بالديلو. لانك مهزق، لو كان لك احترام في عينيهم ما كانوش يلعبوا بك الكوره. انت مسخه، انت ما تنفعش في مدرستي، انت مرفوض. لكن يا حضره النظر. مرفوض، تعال سلم عدتك. يا حضره النظر مفيش فايده. ازاي الحال؟ مبسوطين دلوقتي؟ ادي احنا بقينا في الشارع، ادي احنا بقينا في الغيط. كويس كده. يا خساره يا خساره خساره في حبايب عينيكم. لا حول ولا قوه الا بالله. روح الله يخرب، لكن يخرب ايه؟ ده خرب بيتي انا. روح الله يسامحكم. انت شهريتك 600 قرش، النهارده 10 منه تستحق 200 قرش، ساحب 175 باقي لك 25 اهم. كتر خيرك، بس لو تسمع سعادتك. مع السلامة. ما هو بس اتفضل. لكن نهارك سعيد. سعيد سعيد قوي. ما هو هيبقى سعيد اكتر من كده. ايه الخبر اللي زي الزفت ده يا استاذ حمام؟ معلش اسمع. تصدق بالله فراقك اثر عليا قوي، الدموع هتفر من عينيا. انت ابن حلال، انت اصيل، كتر خيرك. الله يحفظك،
لنا 22 قرش سجاير وقهوة. ايوه صحيح. خد ادي ورقة ب 25 قرش. ياخد دوك، ما تعملش هم، الأرزاق على الله. مع السلامة يا أستاذ، مع السلامة. الله يسلمك بس، ثلاث أزاق، ما خدناش ثلاث أزاق. مفيش فايدة، بعدين بعدين، مع السلامة يا أستاذ، مع السلامة. أستاذ حمام، أستاذ حمام، ابن حلال مصطفي، أنا جاي لك مخصوص. تعال بقى يا سيدي، أنا عاوز مني. عايز مني إيه أنت راخر؟ خلاص التلتة ساغ اللي كانوا فاضلين من ماهية. ماهية إيه؟ تعال معايا. سيبني بحالي، سيبني بغلب يا جدعان. مالك في إيه؟ اترفدت يا سيدي. ليه؟ عشان إيه بقى؟ عشان أدوخ في دنيتي، عشان بالي ما ارتاحش بواحد، عشان حظي كده. حظ؟ حظ إيه يا شيخ؟ ده كلام يقوله راجل زيك، راجل فاضل. فاضل، وبقى فاضل مصيبة في الدنيا ما حودتش ناحيتي. بلاش أوهام أمال. مش أوهام، أنا كده، أنا حياتي كلها كده. أنا من كام يوم نفسي هفتني على أكلة سمك. كويس. خدت بعضي ورحت على حلقة السمك وقلب دور، فوزت 5000 10000 سمكة لحد ما لقيتني واحدة استلطفتها. أيوة، أنت حاكم تفهم في السمك أوي. أوي 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 أوي. جت من الفرن بتهفف واتشمرت أنا وابتديت أمزبز فيها. بالهنا والشفا. استنى، وحصل هنا ولا شفا؟ الله، أمال حصل إيه؟ حصل تسمم. إزاي؟ أنت مش تسمع عن السمك اللي نبهت عليه وزارة الصحة؟ قريت عنه في الجرايد، اللي بيسمم الناس ده. اهو اول سمكه ظهرت في مصر من النوع ده كانت اللي نقيتها بايدي انا من وسط 10000 سمكه شرطا كلهم سلام. مرزوق افندي. ايه مالك؟ انا شايف نفسي زي اللي مخضوض شويه، موهوب. من ايه بس؟ ساحه الباشا ده اعرف اكلمه ازاي؟ اقابله ازاي؟ زي كل الناس يا اخي. هو انا ما سبقليش قبل كده خدت وديت مع جنس باشا في حياتي ابدا. بلاش اوهام فارغه بقى. الباشا بتاعنا في منتهى اللطافه، في منتهى الوداعه. الحمد لله. تعال معايا، تعال. وبنته جميله هانم. ما اسمهاش جميله، قلت لك ليلى. أيوه. اسمها ليلى. يا ليلى. اتفضل اقعد هنا، الباشا هيجي دلوقتي عشان يتفاهم وياك. ربنا يستر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اتفضل استريح يا فندم. العفو، استغفر الله. جنابك تحبها جنسها ايه؟ هي مين يا فندم؟ القهوه. قهوه؟ والله يا سعاده الباشا انا سعاده الباشا. لا لا، انا هنا مخصوص علشان اقدم القهوه. سعادتك هنا مخصوص عشان تقدم القهوة؟ أيوه. تشرفني يا فندم. ودلوقتي تحبها جنسها إيه؟ سكر كتير ولا سكر قليل؟ والله أنا عادة بشربها سكر على الريحة، وده يعني من قلة السكر. فبقى هنا خليها سكر زيادة، زيادة أوي. حاضر. الوجاهة دي كلها عشان يقدم القهوة؟ أمال الباشا بتاعهم يطلع الجنس شكله إيه؟ التعليمات دي لازم تنفذها بكل دقة، أحسن بعدين تروح في داهية. المية لازم تكون درجة حرارتها 38.5، نص درجة زيادة فيها خطر على حياتك. خد الروشتة دي تجيبها من الأجزخانة حالا، قدامك 5 دقايق بس وأنا مستنيك هنا. حاضر يا فندم. اتفضل اقعد، ما تزعجش نفسك. أنا كنت نسيت الروشتة بتاعت الحكيم، الواحد دماغه اتلخبطت ومخه انقلب. المرض بتاعه ده ورانا المر. ربنا يشفي يا فندم. البيه الصغير اصلا. بيه صغير ايه؟ ده الكلب اللي قدامك ده. حضرته؟ لا سلامته بعد الشر عليه. انا برضو لاحظت اول ما شفته انه لونه مخطوف شويه. يا اخي ده احسن من الاول، ده قعد 4 ايام ما يدقش طعم الاكل. مسكين. ولو ان يعني في برضك ناس على قد حالهم يقعدوا 7 ايام ما يدقوش الاكل. ايوه بس مش بالجسم الرقيق ده. ايوه صحيح، مش بالجسم الرقيق ده يا سعاده الباشا. سعاده الباشا؟ انت فاكرني مين؟ انا مش سعاده الباشا، انا بشتغل هنا موظف. حضرتك موظف؟ انا هنا مخصوص علشان الكلب ده. حضرتك هنا مخصوص عشان الكلب ده؟ ايوه. بس بس بقى يعني حضرتك بتاع ال ايوه. تشرفنا. أنا مؤكرم. العفو. وبتاخد ماهية على كده؟ 30 جنيه. بس بس. لا حرام، قليلين قوي. وليه ما تطلبش إعادة نظر، علاوة، تنسيق؟ ضروري هطلب. إيه يعني 30 جنيه؟
ده انا بوكله واحميه وافليه واعلمه ولا بتوع المدارس. وهما بتوع المدارس يوصلوا ل 30 جنيه؟ وحضرتك بتشتغل ايه؟ لا انا راجل على قد حالي، انا بتاع كتب، انا بتاع علم. بس. انا مكرم، عن اذنك بقى، اتفضل اقعد، نهارك سعيد. سعيد مبارك. تلاتين جنيه. أنا لو من 18 سنة بعلم كلاب كنت دلوقتي من الأعيان. أنا هدور عليها في الصالون. ودي إيدي كمان. ساعة تقريبا. يعني ما شفتش حاجة منطورة كده ولا كده؟ حاجة؟ حاجة ايه؟ اسورة الماز. لا الماز ولا صفيح، أنا من ساعة ما دخلت هنا ما اتنقلتش من مطرحي. بس افتكر كويس، يمكن يمكن ايه؟ يعني تكون شفتها وما خدتش بالك. ناسي؟ لا لا لا، ناسي دي مش كويسة أبدا. أمال يعني راحت فين؟ طارت؟ بلعتها الأرض؟ أنا عارف بقى سعيد الأرض أهي قدامك. أنت جاي هنا عايز مين؟ مش عايز حد، هما اللي عايزيني. عايزينك في إيه؟ عالم لغة عربية. لغة عربية؟ لمين؟ أنا لبنت الباشا. أنت اللي هتعلم بنت الباشا؟ أيوة بنت الباشا. يعني بنت الباشا دي إيه؟ ومن بلبن من باستيليا، تلميذه خيبانه كسلانه صعدت في الامتحان، هنجرها ونصنفر مخها ونخليها بني ادمه. انت اللي هتصنفر لها مخها؟ ايوه انا. دي هي اللي هتصنفر عيشتك وهتطلعك من هنا ناطط فوق سبع حيطان. اسمع، انت مش لك عقل. اظن فاضل بواقي برضه. اهي هي هتطير لك البواقي اللي فاضله دي، تعمل حسابك من دلوقتي على الجنان الاصلي. ايه هو ده؟ بقى انت هتعلم بنت الباشا؟ والله عال، أما عرفوا ينقوا صحيح الجابوا لقرع علشان يسرح بنت السلطان. ايه هو ده؟ أقرع وبنت السلطان وسورة الماز. ما بنت مربع وده ايه ده رخ؟ انت جرى انت؟ نعم عايزين انت كمان. وقف على حيلك. وقف على حيلي؟ وقف على حيلي. طيب على مش كده؟ ايه ضاع منك حاجه انت اخر حلقه زمرد عدلولي لولي؟ انت بين عليك مجنون. مجنون؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ جاي ادرس بنت السلطان. بنت السلطان؟ بنت الباشا. بنت الباشا. انت المدرس الجديد؟ ايوه انا المدرس الجديد. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه؟ في اصول اللغه العربيه؟ ايوه زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير واصول البقدونس والفجل الرومي. لا انت باين عليك مسحوب بلسانك. انت كمان باين عليك رغاي وغلباوي. انا بسألك مش ترد عليا؟ ارد عليك ليه؟ انت جلايني جاي تمتحني؟ من غير ما امتحنك، حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجة ابدا. وانت يعني شكلك صلاة النبي قوي، باين عليه مانجا وصباية موز وعلى عيد عنب. لا انت قليل ادب. وانت كمان دمك بارد. يا مرزوق افندي، مرزوق افندي تعالى هو. انت جايب لي الحمار ده منين؟ اخرس حمار في عينك بجح الحياه. اخرس انت قطع لسانك. تسحب يا باعه. الله اتنيل واسكت. لا مؤاخذه يا سعاده الباشا. طلعوا برا، خرجوا برا يا زلمطحي يا جربوع. هو حضرته يبقى الباشا؟ امال يبقى مين يا مغفل؟ ما في شوية تمييز؟ ما لو في شوية تمييز ده ما كانش يطلع باشا أبدا، لكن عشان بختي أنا بتاع الكلب يلبس باشا والباشا يلبسني جنادي. أنا أروح بقى. مع السلامة، اتفضل. السلام عليكم. مرزوق أفندي. أفندي بس سعادة الباشا. الراجل الجربوع ده هوشه عندك، ما يخرجش. أنا هوديه في داهية، هخرب بيته. أنت عملت إيه يا منيل على عينك؟ أنا اسمع. انت عايز تبعتني هنا في السجن؟ سجن ولا احسن لك تروح بيتك؟ ده سؤال ده؟ طبعا اروح بيتي قوي. كويس خلاص، طلعها من جيبك. طلعها من جيبك. هي مين؟ الاسوره الالماس بتاعتي.
يا ناس عيب اختي شو انتوا بنسكم ايه؟ طب بس ما تتحمقش قوي روق دمك شويه. دمي فين؟ انتوا خليتوا فيها دم؟ انا شفت دمك. انا حرامي، انا اسرق سوره. لا لا انت ما سرقتهاش، بس يعني يمكن تكون اتدحرجت ناطت جوه جيبك دخلت جوه المنديل. طيب ايه الكلام اللي عفر ده؟ تخرجوا المنديل ازاي؟ دي لما تدخل من هنا لازم تخرج من هنا. حطها لامك. ودي هدومي ودي جيوبي. انا خلي فين النهارده؟ شو كويس؟ بطل مين ده؟ بطل. ماشي جدا. قبل الزيت دي كنت تفكري كويس؟ لا تفكر كويس ليه؟ عشان ما يتحرش دمي؟ ازاي؟ عشان ما يرتاح؟ ليه؟ خلاص يا استاذ متاسفين قوي خالص. متاسفين قوي خالص. تلخبطوا في سمعة الناس وتخربوا بيتهم. متاسفين قوي خالص. يعني عايزني اعمل ايه؟ ابوس ايدك؟ ابوس رجلك؟ اقدم لك عليك استرحام؟ استرحام ولا حاجة، بس سلف عرضكم طلعوني بقى من البيت على خير. خلاص قلنا متاسفين. وبقولها لك تاني مرة متاسفين. عجبك عجبك، ما عجبكش ان شاء الله ما عجبك. مرزوق افندي. افندي اديله حاجه. مش عايز حاجه. اديله حاجه. مش عايز حاجه عنك مع وسط مرزوق افندي. ما تدينوش حاجه. مرزوق افندي تعالى معايا. مرزوق افندي اديله حاجه. مرزوق افندي. مرزوق افندي. مرزوق افندي. الكلام. انا كاتب بين النار الاسود ده. انا صرحت بوش مين النهارده؟ اعوذ بالله. انا بايه ده؟ ما فيش في الدنيا انسان واحد يبل الريق. انت ساير على الدنيا ثوره وحشه قوي يا استاذ. دنيا؟ انا بدي هربت الدنيا، بدي اهرس الدنيا. هربدت لي هرستني. ناس وفي ناس. اللي في الشوارع دول ناس، اللي في بيتكم ناس، انتم ناس. يا سلام، هو ما فيش ناس غيرك انت ومين قال لك ان انا ناس؟ انا ناس. سمك بياكل في بعضه. سمك بطال، سمك عينه فارغه، اخص على سمك. وجايين عشان لو بتعيش تقول لحضرتك حرامي حلو. حلو؟ اسوره اسوره، مفيش مخ. موت بقى موت، موت وخلصنا موت. يا استاذ انا متاسفه قوي، سامحني. انا السبب في ده كله، مش عارفه اودي وشي فين. تم تودي ولا حاجه، سلامه وشك. أنا كده، أنا كان لازم يحصل لي كده، أنا حياتي كلها كده كده كده. أنا المصايب تدور عليا بكل اجتهاد، زي العاشق اللي ملاهي ما يدور على حبيبته. أنا يوم ما اتولدت قامت زلزلة في البلد. يا ساتر يا رب. أول جنيه قبضته في حياتي من شغلانة طلع مزيف. طب اسمع يا أستاذ، أنا غلطت معاك ولازم أساعدك، ولو إن أنا ما أخبيش عليك أول ما شفتك دمك لطشني قوي. هو ده الآخر من حسن الحظ. مع انني بالعكس اول ما شفت حضرتك استلطفت دمك قوي. اشكرك. طب اضحك يا استاذ، اضحك عشان خاطري يا استاذ. اضحك يا فندم. كويس كده يا ابو حمدي. بابا نازل اهو. انا اسف قوي يا سعاده الباشا للي حصل. احنا كل اللي يهمنا ان سعادتك ما تكونش زعلان من اي حاجه. انا مش زعلان. الله، ايه اللي جابك هنا؟ الراجل ده هنا بيعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. طول بالك يا بابا، انا هفهمك على كل حاجه. قلت انت ظلمت ويعني كده يا بابا مالكش حق. انا قلت لك انه انسان وحش قوي خالص. معلش يا بابا عشان خاطر المره دي والنبي. لكن انت مش ملاحظه هيئته المفركشه وهدومه المزروطه المبربطه؟ ايوه صحيح يا استاذ، انت ما عندكش هدوم غير دي؟ يتوجد يا ستي يتوجد، نستلف ناجر. مع ذلك الهدوم داخله ايه في الموضوع بتاعنا ده يا سعاده الباشا؟ انا جاي هنا ادرس لكم ولا اتجوزكم؟ سامع الفاظه البايخه؟ صحيح يا بابا، المدرس بمخه مش بهدومه. ولكن انا ذنبي ايه كل يوم الصبح اصبح بالخلقه المقندله دي بالعنكبوت اللي معشش حوالين وشه؟ دقنه دقنه تقبض قوي بنتي. يحلقها يا بابا يحلقها. لا تحلقها ازاي؟ ايوه يا استاذ تحلقها. يا ستي واحد شايل دقنه، انتوا تعبانين ليه؟ تحلقها تحلقها ورجلك فوق رقبتك. يا مرزوق افندي. افندم. الراجل ده تاخدوه تحموه وتحلقوا له دقنه وتدوا له اوضه ينام فيها. حاضر يا فندم. اتفضل. اما اشوف يا انا يا هو المغفل ده.
وانت يا ليلى حضري كراريسك، حضري كتبك بتاعت اللغه العربيه، لانك لازم تنجحي في اللغه العربيه. انا من دلوقتي ورايح عايزك تعتصي باللغه العربيه. شكل الاستاذ بقى منسجم، ابجد هوس حطي كلام، شكل الاستاذ بقى منسجم. استاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. استاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. والمكر فينا طبع جميل، قلنا لا لا يعني النعم. ابجد هوس حطي كلام، جاء زيد او حضر عمرو. طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. ان جاء زيد او حضر عمرو، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. والمبتدا هنجيب لك خبر، ومن نظره واحده هيصبح عدم. لو ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا، انا اللي هصبح في خبر كانا، بدل المهير عاقد صرم. ابجد هوس حطي كلام، شكل الاستاذ بقى منسجم. ابجد هوس حطي كلام، شكل الاستاذ بقى منسجم بقى كويس قوي. بس بقى من فضلك دلوقتي فهمي اصحابك دول، بدينا نشوف شغلنا. حاضر يا استاذ. اسمعي يا فيفي، روحوا انتوا بقى دلوقتي وكلميني في التليفون بعد الظهر عشان الكونكان. بس خلي بالك لو كنت هتكسبي مني زي المره اللي فاتت. لا ما تخافيش. طيب اربع اربع اربع. ودلوقتي بقى نخش على الجد، قولي لي هو حضرتك وصلت في النحو لحد فين؟ كله يا استاذ، المقرر كله حافظاه مية. انا بس مش عارفه ايه اللي كان لخمني يوم ما روحت الامتحان. بتحصل كتير، ارتباك، اضطراب، حالات نفسيه. لا والممتحنين يا استاذ وشوشهم كده مش حلوه، حاجه ما تفتحش النفس، ما تشجعش التلميذه على انها تبين شطارتها. كمان ما يقدرش يقولكم رقاصين عاملين تواليت عشان يفتحوا نفس التلميذات. لا رقاصين ولا تواليت، بس يعني وشوش سمحه. اهو واحد زيك انت يا استاذ، بطيبه قلبك اللي باينه في عينيك ودمك الخفيف ده، لو كنت وقفت قدامي يوم الامتحان كنت خدت 50/50. ايوه ما هو. قولي لي يا شاطره، انت تعرفي اخوات كام؟ امال يا استاذ ما اعرفهمش ازاي؟ طب دي اسئله بتاعت سنه تانية. الا قولي قابله. نعم. انت متجوز؟ والله عازب. ليه؟ خلينا في اخوات كنا. اخوات كنا يا مدموزيل، احنا خلينا في اخوات كنا. ايوه قولي من فضلك. كان. ايوه. ويا مكانة. لا لا لا، يا مكانة يا مكانة دي في كتاب الف ليلة مش في كتاب النحوي. اعملي معروف يا مدموزيل، خلينا في الدرس. كان. كان. ايوه. اصبح. أضحى. أيوه. أمسى. أيوه. بات. تمام. ظل. أيوه. مازال. مبارحة. أيوه. مفاتئة. تمام. منفكة. أيوه. إلا يا أستاذ. نعم. منفكة دي تبقى إيه؟ يعني مثلا أقدر أقول
ساعة ما نفك زرار الجاكيتة. لا لا لا، جاكيتة ايه؟ ما نفك مش يعني نفك من بعضه، يقول من فك زيد يمشي، يعني فضل زيد يمشي لحد ما حفيت رجليه. من فك عمر يأكله، يعني عمر عجبه الأكل فضل يرص في اللي قدامه وبلط على الصينية ولزق في كرسي السفرة. يا سلام، شوف حضرتك بتشرح ازاي بشكل ظريف بتوضيح جميل. أنا دلوقتي فهمت، يعني أقدر أقول من فك سوسو يحب فيفي. أيوة ممكن ممكن، بس يعني لو كان سوسو ده يحب البلعة مثلا، يحب أخاه، يكون أحسن يكون أحسن. أنا بقول يعني مثلا مثلا أقدر أقول كمان من فكت ليلى. أيوة تستلطفه. ما شاء الله، شوف شكلك بقى عالي ازاي يا أستاذ فراخ. حمام يا سعادة الباشا، اسمي حمام. أوه حمام فراخ زي بعضه، وأنا حكلك بقيت كويس خالص، بقيت ابن ناس. إيه وصلتوا في دروس النحو لحد فين؟ لحد أخوات كان يا سعادة الباشا. أخوات كان؟ أخوات كان دي أنا أعرفها وأنا لسه صغير قد كده. أصبح مظبوط، ما زال تمام، من فك يا سلام، ما فتئ أيوه، من حل من حل حلت يا سعادة الباشا. من حل؟ أنت مش عارف إن من حل دي من أخوات كان؟ لا من أخوات كان ولا عمات كان ولا خالات كان ولا تعرف ميلة كان دي خال. مرزوق أفندي، الراجل ده بيقول ايه؟ الراجل ده بيكون جاهل مؤكد. الله، وسعادتك بتقول من حل؟ امال بيقول ايه الصبح؟ من حل من اخوات كلا مظبوط. امال كنت بتنكرها ليه؟ ان من حل دي هي من اخوات كلا صحيح، بس يعني اخوات مش اخوات من اب تاني. ظريف ظريف خالص. انا كنت اتفقت معاك على كام؟ ما هي اظن احنا اتكلمنا في 700 قرش يا سعادة الباشا. 700 قرش ما يكفكش ابدا، انا هعملهم 15 جنيه. مرزوق افندي افندي، ما هيئته 15 جنيه. ربنا يطول عمر سعادة الباشا. من حل، انت فاهمني؟ من حل. ايوه سعادة الباشا من حل، واظن كمان من خلع. من خلع؟ خلع دروسك انت، حبتيه تهجس ولا ايه؟ بلاش يا سعادة الباشا بلاش، ملناش اسمه في دي. كويس قوي خالص، استمر في دروسك. ليلى لازم تنجح في اللغه العربيه، انت فاهمني يا استاذ فراخ؟ حمام يا سعادة الباشا حمام. اوه حمام فراخ، كله بيتاكل وكله بيندفع. تعال انا اضرب اجي معايا. يا استاذ انت حبوب، حبوب قوي، انت ظريف، انا باين عليا حاسه ظرافك قوي قوي. يا ليلى هانم، الست سميره هانم عاوزه حضرتك في التليفون. ايه سميره؟ الله، هي رجعت تاني ولا ايه؟ استاذ حمام دقيقه واحده انا جايه حالا. انت ظريف، انت حبوب، حبوب قوي، ده انا باين عليا هبتدي استظرفك قوي قوي. طيب قولي بقى، وكنت بتفكر فيا؟ اخسى عليك، اسمع انا مش فاضيه دلوقتي، ده محل الدرس. اللغه العربيه قال احبك يا صديقي بكل جوارح، حتى اكلمك بالليل بعد ما يناموا. بحبك يا مضروب، بحبك. صباح السعادة، صباح الفل. أنا جاهزة وتحت الأمر. يا رب العالمين، تفضلي.
الشياكه والقبهه دي كلها. يا فندم لا قبهه ولا حاجه، بس الانسان بيتعايل يعني عشان منظره ما يزعجش حضرتك. بقى اسمع هقول يا فندم. اعمل معروف بطل كلمه حضرتك دي. انا تلمستك ليلى، هو انت لما كنت في المدرسه مش كان لك تلميذات؟ طبعا. طيب يبقى خلاص من هنا ورايح انا ليلى وبس. بحس كده بقى انا كمان من هنا ورايح حمام وبس. طب تعالى يا حمام وقعد جنبي. ها قول لي بقى انت مرتاح هنا؟ مرتاح وبس، هو في احسن من هنا؟ لا قول لي صحيح، ما تخبيش عليا لحسن اهمني راحتك قبل كل شيء. والاكل انت بتاكل كويس؟ كويس وبس. طب ده الطباخ بتاعكم حطه قدامي جوز حمام وقال لي اتفضل يا استاذ حمام كل بعضك. ها وجابوا لك الاكل هنا مش كده؟ لا يا فندم خدوني على المطبخ. مطبخ؟ هم ودوك المطبخ؟ ايوه كتر خيرهم، من انسانيتهم. من انسانيتهم؟ ده من قله ادابهم. على كل حال انت من هنا ورايح هتقعد معانا على الصبح، انا وانت والباشا. انت لازم تعتبر نفسك هنا في بيتي، لازم تكون في منتهى السعاده. استهاني منها، انا حياتي كلها ما تسويش اني اقدمها تحت رجليكي تمن بسيط لكبر خاطري ده. ايه الكلام ده؟ انت يظهر مش داري بروحك، مش عارف قيمتك. بص لنفسك بصه تانيه، انظر للحياه نظره حلوه، حب الدنيا. اذا حبيت الدنيا الدنيا لازم تحبك. ايوه معك حق، ما كانش في اتنين يكرهوا بعض زي انا والدنيا، لكن يظهر اننا هنصطلح سوا. يبتدي بس دلوقتي احبها، يبتدي تشوف نورها، يبتدي تكتشف كمالها. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها. والدنيا دي الكلمة من غير ولا كلمة، احنا اللي نكمل معانيها على معانيها. Oh,
مش رايق، روحوا كلموني في التليفون. ها المعنى الحلو اللي عمالين يشرحوها دي. اوهو انت بقيت شاعر. ايوه شاعر. شاعر. شاعر بلخبطه كم تقول. مهم. مش شغلي. تفضلي من فضلك. دارس المطالعة. يا سلام عليك. انت ملحوق كده ليه؟ ضيحت علينا الخيال الحلو. ايوه ما هو الخيال الحلو بعد الحياه عملت فينا فصل ما يبقاش حلو ابدا. حضرتك داخله الملحق والملحق ملوش ملحق. اتفضل يا ريم. حب الامهات. امهات؟ امهات ايه يا مدوزين؟ ايوه امهات. انت ما تعرفش البلح الامهات؟ عارفه واكله وكل حاجه، بس يعني في الكتاب ده مش شايف له معنى بالكليه. مش ممكن تكون امهات، دي لازم حب الامهات. ايوه صحيح، برافو عليك يا استاذ، انا بحسدك. تحسديني على ايه؟ انت ذكي ذكاء هايل قوي. لا هايل ولا مايل، دي بدها ذكاء دي. عشان تكون امهات لازم يكون مؤلف الكتاب فكهاني، مش مفتش من وزاره المعارف. ها. قالت الأم في فراق طفلها: يا حبيبي. إيه مش مظبوط؟ مظبوط، كملي. حبيبي لو عتي إن غبت عني أتعلم أن ليس لي أحدا سواك؟ يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك. يا حبيبي أنت نور حياتي. ده أنت اللي. أنا اللي؟ أنت اللي بتقلب شكل الدم. بلاش ترسم حاجة. إزاي بس يا أستاذ؟ ده الوقت بيفوت والملحق مالوش ملحق. معلش أنا تعبان شوي النهارده. بلاش بلاش. أنور ازيك يا حياة؟ مشغولة أبدا وحياتي. أنت كل شغلي، أنت كل فكري. أستاذ اللغة العربية يا شيخ بلا خيبة. بابا محكم رأيه أخش الملحق. أنت ملحق غرامي، أنت دبلوم سعادتي، أنت ليسانس هنايا. بحبك يا مضرور، بحبك. Thank you.
مع قلبي. أنا رحت في داهية. إيه ده؟ استنى، ما حدش يفتح الباب، أنا بغير هدومي وبعدين أخذ برد. يعني حيكون مين غيري يا حلوة؟ ما أنتش عارفة خطتي يا كتكوتة. اوعي تكوني قلتي من صوت الكلاب اللي في الجنينه. لا بس انا اصلي تعبانه شويه. يا ندمتي، اوعي تكوني بردتي، وده برضه غطا تتغطيبه. يا سلام عليكي، ما بتسمعيش الكلام، انت لازم تتغطي بغطا تقيل. الله، فين البطانيه؟ تعالي هنا بس، انت رايحه فين؟ هجيب لك البطانيه تتغطي تعرقي تصبحي عالي العال. انا دفيانه، انا حرانه. اف يا دادا، قولي لي اعمل لك ايه؟ اعمل لك فين جالتيليو؟ ايوه، روحي اعملي لي فنجان تيليو اوام. حاضر، من عينيا الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ده جيمي. بس يا جيمي، يقطعك يا جيمي. بوم 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 بوم. صدقتي بقى دلوقت؟ يعدمك حسك يا جيمي. هو ماله صوته خشن الليله كده؟ يكونش خد زكام راخر. التيليو يا دادا، التيليو الحقيقي. حاضر من عينيا الاثنين. ياهو يا خلاص بقى، انا بتوعي. يوه، انت سعرت الليله ولا ايه؟ تعال بس قوم، كفايه عملت اللي عليك يا سي جيمي. وجود الله، انا روحي بقت في رجلي. وايه يعني الصوت المزعج ده؟ حضرتك كان لازم تهتص. اعمل ايه؟ قعدت اعوش فيها لحد ما الله الله، انت لازم خدت برد. ايوه، سحت القمر والنجوم، اصل رجلي عافيه. انزل بقى قبل ما ترجع بالتليو وتبقى مصيبه. تعالى بس، انت هتنزل حافي. هنزل حافي احسن ما انزل مضروب. لا استنى، انا هدور لك على حاجه تلبسها في رجلك. اجيب ايه؟ خد دي البس. انا البس دي؟ ايوه، مقاتل. مش حكايه مقاتل دي، بتخش في صبع رجلي. امال يعني عايز نعمل لك ايه؟ افصل لك جزمه؟ لا مش مهم، انزل كده. تعالى بس لحسن تعيا، انا هروح ادور لك على حاجه. سلام سلام. لولا لولا لولياتي يا اختي، هي نامت ولا ايه؟ لولياتي، انا جبت لك اسبرين على ما يغلي التلو. الله، انت طفيتي النور ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا اختي. النور 4
عفريت ولا ايه؟ انت لازم النور عندك خسران، هبعت لهم بكره يصلحوه. دي حاجه تلبش قوي. قومي يا لولا جبت لك الاسبرين. قومي يا حلو، قومي يا روح دار، قومي يا ست دار، قومي يا طيبه، قومي يا حلو، قومي يا اختي بقى بلاش دلع. الله، قومي امال. انا في عرضك. بس يا ولية بس. الحقوني الحقوني. حمام حرامي حرامي. مش حرامي حمام حمام حمام. وش جابك هنا؟ حقوني بصيتي شوي. اهدى، ازاي رجلك تنسحب وتيجي لحد هنا؟ ده انا هوديك في داهيه، ده انا هطلع حمام عينيك يا باشا. انا هوريك، انا هطلع عينيك. انا هضرب المليان اي حركه هتطلع هضرب المليان. ليلى ليلى انت صحيحه ولا نايمه؟ ليلى ليلى هنا ان شاء الله. سعاده الباشا في ايه؟ خير ان شاء الله. انت ما شفتيش حد اتشعبط من هنا ولا حد طلع على البلكونه؟ اتشعبط؟ ابدا يا سعاده الباشا. طب ازاي انا سامع الكلاب ودني بتهوهو؟ مرزوق افندي بتهوهو. ايوه بتهوهو بتهوهو. وكمان الغفير قال لي انه شاف واحد بيشعبط على البلكونه. هي ليلى فين؟ في الحمام يا سعاده الباشا، بتاخد دش. بتاخد دش؟ وفي حد ياخد دش بالليل؟ ازاي ده؟ لا يا سعاده الباشا، مش هي ده جيمي، بتحمي جيمي. ما تتسقاش يا جيمي، خدت ايدي يا جيمي. اسكت جيمي. ايوه كده كده. يعني لو قلت لك ارمي روحك البحر؟ والله العظيم ارمي، وكنت في ايديا كمان عشان معمر. بس ما اقعدش هنا. استنى بس، انا كمان مش هقعد هنا. انتي ليه؟ هنهرب سوا. نهرب سوا؟ ايوه، الليله الساعه 10 انتظرني في الجنينه العربيه، هتكون جاهزه. الليله؟ ايوه الليله الساعه 10. انا رجعت نفسي، ما يصحش نعمل عمل زي ده ابدا. وبعدين يعني انت هتمسك العوض؟ قوي 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 قوي. انا يستر مني فضا. يستحيل يستحيل. تعرف ان ما طوحتنيش شويش؟ تعرف ان ما طوحتنيش حالا وركبت معايا هجيب لك مصيبه. لما تجيب لي 6000 مصيبه انا استحيل اطوعك على الطيش والمدفع بتاعك ده. تعرف ان ما ركبتش حالا انا هصرخ وهيج الدنيا واقول انك بتحرضني علشان اطفى شويه. تصرخي تلطمي تصوتي مفيش فايده. كده كده يا بابا. اسكتي. هتركب؟ اركب. عيني بتلف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقه ويخف. عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقه ويخف. تسمحيلي كلمه واحده؟ قول يا نور العين.
بدي اعرف نفسي اعرف احنا رايحين فين. رايحين عالبلد اللي اتجمع شمل العشاق نفرح ونغني ونودع عدل اشواق. رايحين عالبلد اللي اتجمع شمل العشاق نفرح ونغني ونودع عدل اشواق. والله انا حاسس لا مفيش. حاسس بإيه قول ما تخبيش. حاسس بمصيبة جياني يا لطيف يا لطيف. مصيبة ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف. حاسس بمصيبة جياني يا لطيف يا لطيف. مصيبة ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف. أنا عايزة حاجة. حاجة إيه؟ حاجة تجري؟ اكل ايه؟ امال عايزه ايه؟ عايزه اكل، عايزه اغني، عايزه ابوسك مش عارفه ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. جبتك معايا عشان تقسم ليله هنايا وفجر غرام. وانا ليا من غيرك يشاركني فرحه امالي وهنا ايامي. جبتك معايا عشان تقسم ليله هنايا وفجر غرام. وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة امالي وهنا ايامي. علشان انتي انتوي من الولاء احجدتني وادخل بوهنم وانشوي واصرخ واقول يا دهوتي. علشانك انتوي من الولاء احجدتني وادخل بوهنم وانشوي واقول يا دهوتي. علشان انتي انتوي من الولاء احجدتني وادخل بوهنم وانشوي واصرخ واقول يا دهوتي. علشانك انت انكوي بالنار ولا احبتني وادخل جهنم وانشوي واشرب واقول يا لهوتي. علشانك انت انكوي بالنار ولا احبتني وادخل جهنم وانشوي واشرب واقول يا لهوتي. علشانك انت انكوي بالنار ولا احبتني وادخل جهنم وانشوي واشرب واقول يا لهوتي. ارخي طربوش سيب الطربوش حكايه. ايه ما تخافش اديها طربوش هتشيله عندها واحنا خارجين هتديهولك تاني. الاصول كده اصول كده فاضي. الاصول كمان اقلع عليها الجزمه لو اخش فيها. بس بقى ما تعملش كده تعال. اصلي ما عنديش طربوش غيره لو راح. طب اسكت بقى ما تكسفناش. الأستاذ أنور فين؟ ده منتظر حضرتك على نار. اتفضلي. تعالي هنا. جايين هنا نعمل إيه؟ بس اسكت شوية يا حمام. ثم بدي أفهم أنا الأستاذ أنور اللي بسأل عنه يطلع مين؟ أنور حبيبي. لا إله. ليلى تعال تعال روح قلبي. انا كنت خايف لا يصدق اي مانع يحرمني منك. هو في شيء في الوجود ممكن يحوشني عنك يا حبيبي؟ يعني بتحبيني زي ما بحبك اكتر واكتر. انت ليل نهار على بالي دايما في قلبي في روحي في عينيا في كتاب الدروس اللي بذاكر فيها. كل حرف قدامي انت، كل صفحة انت، وش بابا انت، وش دادا انت، وش حمام انت. وش حمام لا دي اهانة انا احتاج. روحي اجيبي تشربي ويسكي شمباني. ميرسي. كويسة شمباني. يا رسول شمباني. الخامس ده ميرسي. شايف انور؟ شايف؟ ماخي بس انت تروح حالا تقول له ما كانش اقومها من جنبه انا هطربق عليه الكباريه اللي نادي. قالي بلاش جنان كل ده كويس علشانك. يخوفني كده قدام عينيا؟ انا لازم اموته، انا لازم احرقه، انا لازم اشوه وشهم بازازه ميه نار واروح فيهم بداهيه اللي نادي. مين يا جسم من ملبن على عقل من حجر؟ بنت واحد باشا وراه اموال بنوك مجوهرات كل دي هتصفي تجيبك انت وهو. بس عقلي وخليه يشتغل. اشتغل اخويا اشتغل.
حلاوتك. لا يا حبيبي انا ما يهمنيش، انا لازم اقطعهم حتى اتفرج عليهم الكبارين اللي نادي. انا عيني فهمت عشان ايه؟ مش شايف. شايف الواد انور كل يوم وياه صيده جديده، لازم وراها فلوس يجردها ويرميها زي ما جرد اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها. انما ايه اللي رماها الرميه السوداء دي؟ تلاقي واحد مغفل جابها له لغايه عنده. الصحه يا حياتي. قومي انت مجنون تقول لي عن انت مين؟ خلاص قولي مالك. استنى بس قومي، مش احسن طيب قومي. سيب ايدها بعدين. اه تبع الفلوس تبع النبله قومي. انت باين عليك قليل اصلا اصلا. مش بقولك الحق الحق ان انا في عرض الكارد على طول. عايز تقول ايه؟ حضرتك مش موجود هنا عشان تحافظ على الامن طبعا، وانه اذا حصل اعتداء على الارواح على الاعراض على الشرف مش انت مكلف تعيش كل ده؟ ضروري عظيم. عايز كده. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه كام دلوقتي؟ بقى طالع تجري وزعق في الشارع وتقول يا شاويش حسن تستنى. ايوه 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 يا ابو أنا متأسفة قوي للي حصل. لا أبدا مفيش حاجة، حصل خير. بس أنا خايفة لحسن يكون جراله حاجة. في حد يرضى يجيب معاه الدقف زي ده هنا؟ يعني كنت عايزني أجي هنا لوحدي إزاي؟ بس يعني ما كانش في حد غيره؟ ده غجري قوي، ده بهدلني ضربة في بطنه. من حسن الحظ الناس افتكرتها نمرة. صاحب مفيش حد يبقى بالسيف معاه. أنت راجل يا محمود، أنت مش ناوي كده يا جرسون. علشان احافظ على الامن، على الاموال، على الاعراض، على كل حاجه. عايز ايه؟ عظيم. عايز كده. النهارده ايه في الايام؟ انزل الدرر ده يا تاخد اجلك. راجل مكذوب. عارف ان شفت وشك تاني؟ بالشلوت. فاهم؟ بالشلوت. امشي يا رمضان. يحنن يحنن. لا 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 يحنن ايه؟ اعوذ بالله. التلامه دي في دمكم يا اخي. اتفضل. لا اتفضل ايه بس افهم مني كويس. افهم منك ايه؟ عايز ايه؟ جنيه؟ لا مش حكايه جنيه. امال حكايه كام؟ دفتر الشيكات مش في جيبي. متاسف قوي يا اخي. اهل المعروف ابو سيد. اسمع من الاهل المعروف. اسمع منك. اتفضل يا سيدي سمعني. اطربني غني لي. جماعه فستانين، جماعه مجرمين، جماعه بلطجيه، عايزين يفسدوا اخلاق بنت شريفه، بنت طاهره، بنت واحد باشا. واحد باشا؟ باشا جنسو ايه ده؟ من اللي بيطلعوا في السينما؟ لا يا سيدي باشا صحيح، باشا حقه حقيقي. طب وانا حشرني في الموضوع؟ بس تساعدني نخلصها من ايديهم وينوبك صواب. الله، وهي فين بنت الباشا؟ هنا هنا جوه هنا في جهنم الحبرة دي. طب وانا احشر نفسي في حكايه زي دي بصفتي ايه؟ باي صفه؟ ابن عمها، ابن خالتها، عرفت انها جوه، طلبت دم في دماغك، دخلت جوه كسرت الدنيا، مسكتها من ايديها نتشتها طلعتها على بره، ولا تدوق بره، سيب الباقي عليا. ابن عمها والدم ضرب في دماغي وكسرت الدنيا واضرب زي ما انا عاوز. زي ما انت عايز. ما عنديش مانع ابدا. اتفضل اتعب اتعب. اتفضل
كده يا بوفن. يا فين بنت الباشا؟ هناك اللي قاعده في الركن اللي هناك ده. هي اللي بتضحك دي؟ ايوه ايوه هي دي. ايه هو يعني ايه؟ حلوة قوي. ايوه حلوة قوي ودمها خفيف قوي، بس انا جايبك هنا عشان تخلصها مش عشان تبصبص لها. لكن دي حاجه تهوس خالص. لا 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 يسهر انت يسهر مش نافع ابدا. لا ازاي دلوقتي تشوف من غير ما أعرف إيه
يلا يلا سيبني يا دنيا هديني الضمير يا حضرتك كده اوعى ايدك ما تبقيش مجرمه مجرمه اوعى انت مالكش دعوه وانت اللي فرحان بمزحمه الستات عليك حسابك هيكون معايا انا ومعايا انا كمان يا بتاع اللي قبلها وقبل اللي قبلها ايه البلاوي دي حضرتك تبقى مين تتحشر ليه انا ابن عمها ايوه ابن عمها ابن عمها ابن عمي ابن عمي ازاي ايوه انا ابن عم ايوه ابن عمك فوتي قدامه فوتي يا جن مصور هو ايه اللي ابن عمي انت ابن عمي منين ابن عمك غصب عن حبه عينك فضحت العيله سودت وش ابن عمك اتفضلي تعالي استنى عندك اللي هياخدها من هنا انا هكسر دماغه اتفضلي معايا انا ما اعرفكش انا ابن عمك لا انت مش ابن عمي لا 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 انت كبرتها اسكت انت كمان طب خلاص اتفضلي الحمد لله ربنا وداني فيك يا مفهوم ايه ده يا مموزين ازاي واحدة في مركزك تعرض نفسها للبهدلة في محلات زي دي وتغني وترقصي وتشربي وتغني وترقصي وتشربي قول لها يا سيدي قول لها وحضرتك كمان انت باين عليك راجل تفهم راجل ذوق راجل لطيف ازاي تسمح لها تعمل كده انا سمحت ولا اتنيت دي ده اللي جتني ما اعرفش ازاي لقيت نفسي جوه ازاي دخلت منين دخلت الله اعلم بدك تتفسحي المطارح اللي تقلق كتير استشيري حضرته خدي رأي حضرته ايوه خدي رأي حضرته مش تبرطشي حضرته وتحرقي دم حضرته انسان موزون كامل زي ده انت لازم تاخديه صديق امين ايوه تاخديه صديق امين تاخديه حبيب مخلص ايوه حبيب مخلص حبيب مخلص كلامك كويس كلامك حلو مخلص مخلص والله العظيم مخلص مؤكد مخلص انت تعتبريه زي والدك تمام ايوه تعتبريه زي والدك ايه ايه في ايه لا ولا حاجه طب سوق بقى وحياه والدك انت على فكرة أنا ما قدمتش نفسي أنا اسمي وحيد صفوت طيار طيار؟ أيوة طيار في شركة مصر للطيران وحضرتك أنا زي كده برضو إيه طيار؟ أيوة طيار طيار بس حضرتك بتطير بالزيت والبنزين وأنا بطير بالفول والذرة بالفول والذرة؟ حمام اسمي حمام ظريف ظريف قوي طب حضرته عرفناه حمام والمضمزيل عصفورة يا أفندي اسمح لي أقولك أنا عمري ما شفت واحد أبرد منك يا خبر بأي وش جاي تكلمني بعد ما اتجرأت يا قليل الأدب وضربتني بالقلم أنا من ساعتها لدلوقتي مش مسامح روحي إزاي إيدي دي اللي تستاهل قطعها تتمد على الخد الناعم الرقيق اللي زي خدود التفاح ده أيوة بس بلاش تفاح وبرتقال دلوقتي إحنا في السكة بص قدامك أرجوك يا مضمزيل سامحيني وبدال الألم اللي ضربته لك اضربيني ألمين 3 10 15 وبعدين بقى انت مش عاوزة تضربيني بس قوليلي فهميني خدك ده جنسه ايه انا من ساعة ما لبستك وايديا دي متكهربة منملة ابوس ايدك اضربيني ابوس رجلك اضربيني بقى اسمع هنا انت تحفظ أدبك وتتعدل في كلامك لحسن والله العظيم اللي هيضربك هو انا سامحيني سامحيني من فضلك طب ادي ايدك هاي طب ادي راسي يا خبر يا خبر ولا حاجه كده كويس بقيتوا خالصين سوق قدامك سوق السكه قدامك سوق يا سلام بقينا خالصين ده ألم المنى ألم الهنا ألم السعاده صبر هنروح لنادي يا سيدنا يا فندي سيبنا من ألم الهنا وألم السعاده خلينا دلوقتي في ألم المرور السكه قدامك سوق طيب يا اخي بس يعني ما اكلمش لا ما تتكلمش ليه يا استاذ حمام سيبه يتكلم على كيف هو حد هيرد عليه اتفضل قول اللي انت عايزه ايه طب خلاص اتفضل اتكلم قول اللي تقوله دش يا ترى المدمزيل مخطوبه اهدم صغرى خالص مخطوبه ومشبوكه وكل حاجه يا خساره يا خساره لا ابدا ليه الكذب ده انا مش مخطوبه كده اذا يا مدمزيل
في إمكاني إني أقول لك إني من ساعة ما شفتك حبيتك، حبيتك من كل قلبي حب شريف، وتمنيت على الله إنه يكتب لي السعادة في القرب منك. الله كويس كده، أما صدق حبيبك الشبارة عم ترد عليه. طب أمك أرد عليك. أبو تسامي عشان ما وصلت. بس طول بالك يا أخي، حاجة تجنن أديني ربطة. انزل فين؟ هنا 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 في بيتنا. بيت مين؟ بيتنا بيتنا اللي ساكنين فيه. انزلي يلا. استنى عندك أنت. بس ليلتك سعيدة. ليلتك سعيدة يا أستاذ. قول لي هو بيت الهانم هنا؟ ليه السؤال البارد؟ أنت مالك أنت هنا ولا مش هنا؟ ما تسيبه يسأل. سيبه يسأل، سيبه. يلا ابنا يلا. قول لي من فضلك، لو والدي حب يقابل سعادة الباشا والد الهانم يبقى يجي له هنا في البيت ده؟ أيوه أهو يجي له هنا في البيت ده. في البيت ده. في البيت ده بكل أمنية. يجي له هنا في البيت ده. متشكر. ليلتك سعيدة. ليلتك سعيدة. في البيت ده. مع السلامة. يلا بقى. في البيت ده. بصي قدامك. استنى بس، انت موديني على فين؟ تلمي بقى، تلمي في ليلتك اللي زي بعضها دي. انت طلعتيني فين؟ منين كنتي فين؟ نعم نعم الله عليك. استنى شويه من فضلك. عاوزين مين حضرتكم؟ عايزين نعم. عايزين كوبايه ميه. كوبايه ميه ليه؟ تكونوش فاكرين هنا قهوه؟ ناس عطشانين. ايه هي الميه عندكم غاليه للدرجه دي؟ مش مساله غاليه ورخيصه، انما يعني جايين في ساعه زي دي تخبطوا على بيوت الناس عشان تطلبوا كوبايه ميه؟ ايوه. مش هو ده بيت اسماعيل بيه؟ اسماعيل بيه مين؟ اسماعيل بيه، اسماعيل بيه ابو مناخير. لا ابو مناخير ولا ابو حواجب، مفيش هنا حد بالاسم ده. يبقى بقى لازم غلطنا في البيت. لازم البيت اللي قبلكم. البيت اللي قبلنا بتاع دق الطبول. طبول؟ يبقى بقى البيت اللي بعدكم. واللي بعدنا بتاع زكية هانم كعب الغزال. يبقى بقى غلطنا في الشارع كله. سلام عليكم. مفيش سلام عليكم، تعالوا هنا. انتوا ما انتوش منقولين من هنا على البوليس، انا هوديكم في داهية. يا حرامية، يا أرسوس، يا محمد، يا عثمان، امسكوهم. كتفوهم. دي نمر جديده بتعملوها في السرقه يا حراميه يا غجر. ايه؟ ايه؟ سعاده البيت؟ في ايه يا سليمان؟ مين دول؟ يوسف بوهبي. يا خبر. يوسف بوهبي بتاع سلمك؟ يا خبر مطير. يلا بينا اهو. يلا. ما حدش منكم خارج من هنا الا على البوليس. يلا اتفضلوا كلموا سعاده البيت. يلا. بونسوار يا أستاذ. بونسوار. عايزك تقولي بونجور. احنا بقينا الصبح. أفندم يلزم خدمة؟ أيوة، احنا جايين هنا علشان علشان اتفضل حضرتك انت بقى، قوله احنا جايين هنا عشان ايه؟ عشان غرقتنا تتقندل أكتر وأكتر. لكن أنا مش فاهم حاجة أبدا. مين حضرتكم؟ أيوة، حضرت المدرس بتاعي. اسمه الأستاذ حمام. حمام؟ اسمه حمام؟ أيوة سعادة البي، حمام. اسمي حمام، سموني كده عشان كل واحد يقلس عليا شوية. وحضرتك تبقي مين بقى؟ حضرتها يا سيدي ليلى. ليلى بنت مراد باشا اللي ساكن جنبكم هناك في آخر الشارع. كده تشرفنا. أهلا وسهلا. اتفضلوا استريحوا. وايه اللي اولاني الشرف الزياره اللطيفه دي؟ والله يا استاذ احنا في الحقيقه في الحقيقه ما يعني احنا في الحقيقه يعني احنا في الحقيقه احنا يعني كنا كنتوا ايه؟ كنا بنمشي رجلينا علشان نشم شويه هواء. تشموا شوية هوا الساعة 2 بعد نص الليل؟ أيوة، عشان هوا النهار فالسو مش قد كده. كده؟ طيب وبعدين؟ وبعدين ما تعرفش إيه اللي طلع في عقلنا؟ طلع في عربيتنا مش طلع في عقلنا. طلع في عربيتكم؟ حاجة كده قالت لنا خبطوا على الأستاذ. قمنا خبطنا على الأستاذ. لكن برضو أنا مش فاهم حاجة أبداً. أنت عايز الحقيقة يا أستاذ؟ احنا جينا هنا عشان نستخبى عندك. نعم؟ ليه؟ لاننا قتلنا قتيل. يا للهول، قتلتم قتيل؟ ايوه، ذبحنا واحد. يا حفيظ، ذبحت واحد؟ ايوه ذبحنا واحد. ايه مستكتر علينا نذبح واحد؟ طب سعادتك ذبح ملايين.
ظريف قوي شغلول افندي ده. ومع ذلك اللي قدامك دي تذبح بلد بزيها. باين في عينيها البراءة وباين فيهم المكر، باين فيهم السحر والدلال وباين فيهم العفرتة. يا أستاذ. نعم. إزاي حضرتك؟ أرجوك اسكت أنت. ساعة 2 بعد نص الليل وسط الهدوء والسكون، فجأة على غير انتظار ألاقي قدامي العينين الحلوة دي، الشخصية الغريبة دي، الروح اللي تجعل الإنسان يهيم في سماء الخيال ويسبح في اللانهائية. يا أستاذ. نعم. إزاي حضرتك؟ أشكرك. وإزاي حضرتك؟ نشكرك. يلا ابن يلا نستأذن بقى. لا ده مستحيل، لسه بدري. سعادة البيه، الأستاذ محمد عبد الوهاب يقول لسعادتك هو جاهز. كده؟ أنا جاي حالا. عبد الوهاب؟ الأستاذ عبد الوهاب اللي بيغني؟ أيوه هنا، موجود جوه. يا خبر، لكن ده حاجة مش معقولة. إزاي؟ مش مصدقاني؟ لا مش مصدقينك إزاي؟ أهو ده اللي كان ناقص عشان تروق وتحلى وتبقى عال أوي أوي أوي. يلا ابن يلا يلا. لا استنوا، ده هيغني دلوقتي. هيغني كمان؟ الله، أنا في عرض النبي خلصنا من جهنم الحمرا دي. عبد الوهاب ويوسف جاي في بيت واحد، يعني نفذ من ده يطلع لنا له يا منجم المهلك يا رب. يلا يلا يا اسمع يا حمامة فندم. بس يا أستاذ. نعم. هو صحيح عبد الوهاب هيغني دلوقتي؟ أيوة، هيغني قطعة من الرواية اللي بألفها له. وموضوعها إيه الرواية دي؟ موضوعها إنه الإنسان اللي بيحب حب عظيم ومن صميم القلب ما يقفش في طريق سعادة حبيبته، بل بالعكس، حتى إذا كانت حبيبته بتحب شخص غيره. الله، ده موضوع هايل جدا، دي هتكون رواية عظيمة جدا. دي هتكون رواية بايظة، رواية ملهاش طعم. بتقول إيه يا حمام؟ وطبعا هتكون رواية بايظة وبيخة كمان. في حد في الدنيا يكون بيموت في حبيبته وبيتفرج عليها وهي مع غيره؟ مؤكد، وينبسط ويفرح لها كمان ويضحي بنفسه في سبيل سعادتها. لا 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 لا، ده كلام فارغ قوي. يبقى مين اللي قال في الروايه دي؟ طيب انا حدي لك مثل بسيط. قدامك المدموزيل الحلوه دي، لا سنك من سنها ولا انت من وسطها ولا يوجد اي تقارن بينكم. ايوه صحيح، مفيش. لنفرض مثلا انك بتحب المدموزيل مثلا. ايوه يا استاذ. ايوه ايوه، ازاي يا استاذ؟ يا ستي بقول مثلا يا خلاص نزلت. ايوه يا استاذ. لنفرض انك بتحبها حب عظيم ومن صميم الوجدان. ايوه يا استاذ. ايوه ايوه، ازاي يا استاذ؟ ده مش ممكن. يا ستي بقول لنفرض وخلاص، شفتي جاب المأذون. ايوه وجدان من صميم الاستاذ. ايوه استاذ من صميم الوجدان. ولنفرض مع الاسف الشديد انها ما بتحبكش، بتحب شخص اخر. طبعا، وانا كنت اميت. صحيح. هل في الحاله دي انت يا محب يا مخلص، علشان خاطر انانيتك وحب ذاتك تقف في سبيل سعادتها؟ لابد انك تضحي بنفسك علشانها، كما قال الشاعر: وكل مرادي ان تكون هنيئه ولو انني ضحيت نور حياتي. ولاد البلد بيقولوا اذا كان حبيبك في خير تفرح له. افرح له، لازم افرح له. لكن اذا كان حبيبك ده بتاع كبريهات اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها لا باردون، ساعتها يجب عليك انك تتداخل، تمنعها، تنقذها. ولما يكون شاب لطيف ظريف طيار مثلا. طيار. ما اذا كان طيار بقى ده يطير اللي قدامي.
اسمعوا، عبد الوهاب بدأ أغنيته.
كثير من المؤلفين طرقوا الموضوع ده، وأنا علقت في كثير من رواياتي في الضحية البريئة. ميرسي يا أستاذ، متشكرة. ما الدنيا إلا مسرح كبير. أستاذ حمام، مالك؟ جرى لك إيه؟ لا ما فيش حاجة أبدا، بس الجو كان مكتوم شوية، وأنا عبد الوهاب ده كمان يجرح القلب، وأنا مستوي كده. لا لا لا، أنا غلطانة،
أنا مش فاهمة، صدر مني كلمة كده غصب عنه، أنا كنت بهزر معاك. أرجوك يا أستاذ، إذا كنت أسأت إليك تسامحني. أسأت إلي؟ أنت بالعكس أحسنت إلي. أنا كنت زي اللي اتولد أعمى، ما حسش بنعمة النور. أنت الشعاع اللي أرسله ربنا عشان ينور ظلام قلبي. من حبك أنت حبيت الحياة، كل حاجة تسعدك أصبحت تسعدني. وإذا كنت بلوم نفسي على شيء، وأرجوكي تسامحي وكوني طبعت بي أمل ما كانش يصح زي إنه يفكر فيه أبدا أبدا. أستاذ حمام أنا يا طيارة بتاعت الطيارين، وهو وراح فين الجن المصور ده اللي طلع لنا من تحت الأرض؟ لازم روح. روح ده زي بحمار. أنا لو كنت محله ما كنتش أتنقل من هنا المغفل ده. أنا هنا والحمد لله اللي ما اتنقلتش من هنا. أعذرني يا أستاذ حمام، أنا بلوم نفسي على كل اللي صدر مني، أنا ما كنتش فاكر إنه بالشكل ده. وأنا وحياة عناية يا أستاذ حمام، ما كنتش أعرف إن شعورك ناحيتي حيوصل لكده، ولا كانش يخطر ببالي إني أستحق منك العطف الكبيرة النبيلة. أستاذ حمام، أنا عاوزك تفهم كويس إني يستحيل أبني سعادتي أنا على تعاستك أنت، يستحيل، يستحيل. وأنا أأكد لك إن مركزي اتغير خالص دلوقتي، ومش ممكن أفكر في الجواز إلا إذا سمحت لي أنت. وأنا كمان يا أستاذ، مش ممكن أفكر في الجواز إلا إذا سمحت لي أنت. طيب، إحنا مش في كده الوقت. احنا في الباشا اللي لازم نلحقه قبل ما يصحى من النوم وتبقى مصيبه. ربنا يتقل في نومه ويخمده لحد ما نوصل بالسلامه. اتفضلوا اطلعوا. اتفضل يا استاذ اتفضل. لا الديريكسيون هنا. الديريكسيون ده بعدين. ضحيت هنايا فداه. وحعيش على ذكراه. Thank you.